احنا منطقة بيراسة بقراج ملعب المياسة حاليا. هاي لعبة الفر، هاي لعبة ثلاثية اللعب برمضان، يلعبوها كبار السن بعد ما صيام وتعب النهار كله، فيتجهون على المقاهي بعد صلاة التراويح، يتجهون على المقاهي يقضون وقت شوية، يأخذون راحة، يتونسون، يجمعون على المحبة جميع المناطق. يعجبها بأي شيء ما تلعب، إذا ما صينية نحاس والبوالة هاي الصفر، هي هاي لعبتها، تعتمد على الذكاء والفراسة والحركات، العين بيها لواعيب كواس، يعني بيها لواعيب مشهورين تلعبوها على زلابيا، على بقلاوة، اي على الوهس، والوهس هي الوحيدة ما تلعب قمار هذه، اي ما يدخل بها قمار، اي تجمعونها، قلت لك على المحبة أكثر شيء، يعني السنة كلها ما تكسب لك صديق، تجي هنا برمضان تكسب لك يمكن 100 صديق، بهذا الشهر هذا تكسب لك 100 صديق، والتعارف يصير بين مناطق ومناطق. هذه يلعبوها فر بعد الفطور، تيجي العالم تتونس، هنا النار كله صايمه، شيخاناتي معزله كلها قاعده بالبيت، فبعد الفطور هنا تيجي حاله ترفيهيه ونسى، يلعبون على الشقه وعلى الضحك. لا اكثر من زمان، يعني من التسعينات احنا نلعبها هاي اللعبايه، انا كنت جاهل بالتسعينات اجي العب فر، بس افطر اجي قبل على الفر، ابي ناس كبار نقعد وياه نتعلم منها، تونس يعني لعبايه وانسى، لا بها قمار لا بها شيء حرام، شغله تسليه. اكو كبار يجوا من الجزائر، ناس يجي من حي صدام، ناس يجي من الدكه، من هنا، من عندنا، من باب جديد، جميع المكانات يجون هنا. ها ملعب المياسه من زمان هنا، تيجي من بعد الفطور للسحور، بعشر اواخر تقوى بعد ازيد. بعشر الاواخر تعرف ايام عيد بالبيت والله شلعه ونظفه وماكو رجع على البيت، فكلها تقضيها هنا بالشيخانه، نجينا للسحور ونرجع على البيت. والله طريقه اللعبيه الصينيه تنزل لما سنه العشره تلعب تلغي تصير سنه التسعه، والله ماكو ربح، بس قلنا مشوا على زلابيا وعلى اللي خسر هو اللي يدفع مع الزلابيا وما شاي ويضحك حكايه وانسى وطيبه يعني. والله اقول لك ما صدق من 85 اي انا مواد 71، والله هي ذكاء وخيال على زار، يعني تختار لك زار تخيل عليه انه هذا اي، بس هي امراض لعب يعني، هي ممارسه تتعلمها يعني. ايه فرق، احنا فرق ودوريات امك يلعبون هنا في جوائز كاس، لا لا نلعب على جيم على البقلاوه وعلى الزلابي، ايه بس ايش على ونسى، لا خبره ننزل على زار خيال ناخذ من عيونه، ايه خيال نلعب هنا، ايه على عيونه اخذوها وينه خيال ثاني وثالث.